افضل الحكام. سؤال سريع جدا، لو لو الكوره ديت بعض اللعيبه بتاعت نادي المصري قال لك الكوره ديت لو الحارس لمسها بعد ما الحامل الرايه رفع الرايه بالنسبه له، هل يعني سؤال حلو هتفرق؟ بص يا كابتن، بس هو الحامل المساعد عمل ايه؟ عمل ده ليه؟ ما رفعش الا لما الحارس لعب، يعني هو رفع بعد ما الحارس لعب. ولكن لو في ماتش الصفاره طلعت قبل ما الحارس يلمس، خلاص الصفاره تحسب. طيب نخش على افضل طاقم، الافضل لحكام مصر كلها احنا بنختار بالمعايير، وهنا كان الافضل محمد عادل، لان الحاله دي كانت حاله صعبه جدا جدا، خد فيها الكارت الاحمر. هنا محمد عادل كابتن هاني ده حكم الميدان، ده افضل الحكام في الجوله 18. هنطلع بالمساعد رقم واحد، نشوف عندنا المساعد المتميز هاني خيري قدم مباراه جميله جدا جدا في الجوله 18. المساعد رقم 2 وكان دوت هنداوي، ده من منطقه مرسى مطروح، حكم عنده خبرات، كان افضل في المساعدين. اللي جاي ده بقى حكم مصطفى مدحت، وده حكم الجوله كابتن، حكم الفار، حكم كان عنده قرارات صعبه جدا جدا، وقدر ان هو كحكم شاب وصاعد قدر ان هو يعدي بالفتره دولت. افضل طاقم تحكيم في الجوله 18. نتمنى 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 توفيق الحكم بكره ان شاء الله، ونقول له المباراه صعبه، اتعب واجتهد واشتغل، لان القرار مش هيتعوض منك كحكم مرار. نتمنى في الاخر التوفيق ان شاء الله للنادي ان شاء الله غدا، ويرجع ان شاء الله بالفوز ان شاء الله. كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا، وبنشكر حضراتكم على المتابعه. ان شاء الله الاسبوع القادم يوم جديد وحلقه جديده من المحترف في الدوري المصري.